إذا للحديث عن تطورات الأوضاع في لبنان وسط استمرار الأزمتين الاقتصادية والسياسية مع مرور الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أستاذ فرانكو، السلام عليكم. يعني لنبدأ من تصريح وبيان لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف، يقول في بيانه إن اللبنانيين محاصرون وأيضا ممنوع عليهم أن تكون لهم حكومة تدير شؤونهم. لكن السؤال المطروح هنا، يعني من يقف حائلا دون تشكيل الحكومة اللبنانية؟ من المتسبب في هذا التعطيل، تعطيل تشكيل الحكومة أستاذ فرانكو؟ السلام عليكم. بداية لابد أن الوضع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون قد أحست به دار الفتوى، ولهذا أطلق سماحة المفتي عبد اللطيف دريان صرخته اليوم بأن اللبنانيون يعني يعانون من الآلام بسبب هذا الوضع المأساوي المزري الذي وصلنا إليه بفعل هذا الحصار الذي المفروض على لبنان واللبنانيين. طبعا من يقف وراء تعطيل تشكيل الحكومة بالدرجة الأولى هو يعني الكل يقول أن رئيس الجمهورية يضع العصا في الدواليب، لا يريد أن تشكل أي حكومة إذا لم تكن تتمتع بسيطرة تامة من قبل صهره جبران باسيل. ومن خلف رئيس الحكومة هناك النظام السوري وهناك النظام الإيراني متمثلا في حزب الله في لبنان، هم من يمنعون تشكيل الحكومة، لأن أي حكومة يجب أن تتشكل يجب أن لا تحتوي على أي من تلك الأفرقاء الذين سيؤدون إلى مزيد من الحصار، وسيفرض المفروض على لبنان لأنهم ممنوع عليهم أن يشاركوا في أي حكومة تؤلف في لبنان، والا ستطبق عقوبات معلنه على لبنان اذا شارك حزب الله في هذه الحكومه المرتقبه التي لابد ان تتشكل يوما ما. طيب سيد فرانكو، ولكن هناك من يعتقد ان تشكيل الحكومه في لبنان لن يخرج البلاد من هذه الازمات، هل تتفق مع هذا الطرح؟ انا نعم اتفق تماما مع هذا الطرح. تشكيل حكومه في لبنان لن يؤدي الى اي تحسن في الوضع المعيشي او الاجتماعي، لان اي حكومه ستؤلف اليوم ستكون مؤلفه من هذه اركان السلطه الحاكمه التي لا زالت تحكم لبنان منذ 30 سنه حتى اليوم. منذ 30 سنة وحتى اليوم لم نرى منها إلا الفساد والهدر والسرقات والصفقات والتلزيمات وكل شيء، كل ما يستطيع النظام الفاسد أن يبدع به. لهذا المجتمع الدولي والعربي والمجموعة العربية اليوم أصبحت على ثقة بأنه لن يستطيع لبنان أن يخرج من أزمته بوجود هذه السلطة الحاكمة اليوم، وهذه الحكومة في حال أُلفت ستكون طبعا من وجوه من هذه السلطة التي لم يعد اللبنانيون اليوم قادرون على العيش تحتها او تحت حكمها الفاسد. نعم لن يتحسن الوضع في لبنان في حال شكلت اي حكومه، لان هذه الوجوه اصبحت معروفه وهي متهمه كلها بالفساد. سيد فرانكو، مع تصريح حسن نصر الله بالامس وايضا طعن بالقاضي الذي يقود التحقيقات في قضيه مرفأ بيروت، مساله عدم تحقيق العداله في لبنان، الى اي مدى ساهم بالوصول الى هذه النقطه في البلاد؟ يعني السيد حسن نصر الله او الشيخ حسن نصر الله طبعا لن يكون مع اي تحقيق جذري يؤدي الى معاقبه المسؤولون عن هذا الانفجار، انفجار 4 آب، انفجار مرفأ، وهو اكبر انفجار في العالم غير نووي. لان في نهايه المطاف ايضا المسؤول عن استخدام هذه الشحنه نيترات الالومنيوم الى بيروت هو مسؤول بالدرجه الاولى، وطبعا الجميع يعرف ان هذه الشحنه جاءت الى بيروت بناء على قدره على طلب من حزب الله او ربما النظام السوري، حيث كانت تستخدم كما يقول المراقبون في ضرب الثوار السوريين والاهالي والمدنيين في سوريا.
عندما يكون هناك تحقيق يؤدي إلى معاقبة المسؤولون إلى معاقبة المسؤولين في الدرجة الأولى سيتهم أيضا حزب الله لأنه هو من استخدم هذه المواد، وبالتالي طبعا حزب الله ضد أي محاكمة تطال أي من هذه الرموز لأنها كلها تقع تحت جناحه وكلها محمية منه. من بيروت مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.